انت اتكلمت كتير على دور وليد سليمان المؤثر في اداء النادي الاهلي، هل من الارجح ان وليد سليمان يبتدي المباراه ولا ينزل في الشوط الثاني زي ما بينزل كل مره؟ أنا شايف إن هو ما عندوش الإمكانية. أنا كان قبل كده ممكن في الربيع، قبل كده كان ممكن في فصل الربيع أو فصل الشتاء ممكن أقول إنه يدخل من أول المباراة، لكن مع حرارة الجو مش هتساعده إنه يأدي المباراة كلها. فأنا شايف إنه لاعب عنده راية كويسة جدا للعب، عنده فنيات عالية جدا، فأنا شايف إنه ممكن يلعب من أول المباراة. لو يمكن إنه يكمل المباراة كلها من غير ما يتم استبداله. أنا شايف الأهلي كمان فاز في كل المباريات كلها في نهاية المباراة في الفترة الأخيرة ما بين ال 80 والدقيقة 95. فأنا شايف إن فعلا أهميته أكتر من الدخول في الشوط الثاني من إنه يبتدي من أول المباراة بالحرارة العالية اللي بتخليه يبقى مجهد أسرع.